أمام مجلس الأمن الأزهر يعرض رؤيته لمكافحة التطرف في جلسة برئاسة مصر. إسماعيل خلال اجتماع الدول الثمان الإسلامية نولي أهمية كبرى لاستعادة دورنا. ونتابع في نشرتنا أيضا: إحالة أوراق 25 متهما في أحداث الهلايل والدبودية للمفتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من النهار اليوم. أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي أن الأزهر الشريف عمد إلى مكافحة الإرهاب بالفكرة، وأضاف عفيفي أثناء عرض رؤية الأزهر في مواجهة التطرف أمام مجلس الأمن أن الأزهر يبذل جهودا متميزة في التعليم وإرسال عشرات البعثات الخارجية لترسيخ مفاهيم الوسطية السامحة. إن العالم يعيش اليوم حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بسبب أحداث العنف اللاحقة وموجات الغلو والتطرف التي ألقت بظلالها على كثير من الدول خاصة في العالم العربي والإسلامي، فهددت أمنه واستقراره، فانتشرت الفتن واستفحل القتل، فأدى ذلك إلى تدمير العمران والأوطان في وحشية لم يعرفها التاريخ من قبل، حيث تجاوزت الأمور كل الحدود التي وضعتها الأديان والأخلاق والأعراف الإنسانية. ومن المؤلم غاية الألم أن ترتكب هذه الجرائم باسم الإسلام، الأمر الذي تم استغلاله إعلاميا أسوأ استغلال في تشويه صورة الإسلام وتقديمه للعالم بحسبانه دينا همجيا متعطشا لسفك دماء الأبرياء. وفي الحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى الدفاع وبيان أنه لا صلة لهذه الأعمال بالأديان ولا بالأعراف الإنسانية. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال ترأسها اليوم لجلسة مجلس الأمن الدولي أن التصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط هو مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله، ويتطلب توازنا دوليا وإعادة مفهوم الدولة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض القوى الإقليمية تستغل التنظيمات الإرهابية لخدمة مصالحها. إن أفريقيا التي تشرف مصر بتمثيلها في مجلس الأمن تعاني هي الأخرى من تنظيمات إرهابية كالقاعدة وبوكو حرام متواجهة في مناطق مختلفة من القارة، بما في ذلك الشمال الأفريقي، إذ يسيطر تنظيم داعش منذ فترة على مدينة سرت ذات الموقع الاستراتيجي على البحر المتوسط والقريب من السواحل الأوروبية. إن مرور ما يزيد عن 70 عاما على تفجير الصراع العربي الإسرائيلي لا يجعله صراعا منسيا، فهو لا يزال القضية الأهم في منطقتنا، وهو الذي أدى التقاعس عن إنهائه طيلة عقود إلى تعميق وتجذر الأسباب الرئيسية للخلل في الاستقرار الإقليمي وتفشي الإرهاب. ويخطئ من يظن إن مرور الزمن أو اندلاع صراعات أخرى كفيل بوضعه طية النسيان أو يفرض تسوية ظالمة لا ينعم الفلسطينيون عبرها بحقوق كسائر الشعوب، ويكابر من يدعي إن احتلال الأراضي العربية لن يولد رد فعل شعبي يؤدي إلى استطالة الصراع على النحو الذي تستفيد منه تنظيمات متطرفة في المنطقة. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعتزاز مصر بعلاقتها مع شقائها الدول الثمانية الإسلامية باعتبارها انتماءات راسخة في وجدان الشخصية المصرية، موضحا أن مصر تولي أهمية كبرى لاستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي. جاء ذلك خلال ختام فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء بمجموعة الدول الثمانية
الثمان الإسلامية النامية التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزراء صناعة الدول الأعضاء. إن مصر تؤكد على اعتزازها بعلاقاتها مع أشقائها بدول مجموعة الثمان الإسلامية والتي تمثل قاطرة النمو في العالم الإسلامي وتولي أهمية كبرى لاستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك باعتبارها انتماءات راسخة في وجدان الشخصية المصرية فرضتها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ والإرادة المشتركة ووحدة المصير وكذلك المصالح المتبادلة والتي تستهدف تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتحقيق مستويات معيشية أفضل لشعوبها. وأكد إسماعيل التزام الحكومة بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية، وأتطلع إلى مشاركة مصر الفاعلة مع دول المجموعة في صياغة رؤية جديدة للتعاون لما بعد عام 2018 وتستمر حتى عام 2030، يتم من خلالها وضع خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري المشترك بين دول المجموعة. نستهدف تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية، واستثمار تنوعنا الجغرافي والاقتصادي والمعرفي ليصبح مصدر قوة وسببا للتفرد بين التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية. وفي تصريحات خاصة للنهار اليوم، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن أبرز التوصيات والقرارات عن اجتماع الدول الثمان الإسلامية النامية، والتي من بينها التأكيد على زيادة معدلات التعاون الصناعي بين الدول المجموعة لمستويات جديدة في السنوات المقبلة. هي في توصيات طبعا عديدة متركزة في 13 قطاع، دي المبحثات اللي هي الفنية اللي حصلت في خلال اليومين الماضيين، متركزة زي ما قلت في 13 قطاع صناعي، منهم منتجات غذائية، منهم الحديد، الأسمنت، مواد البناء، الصناعات الصغيرة المتوسطة. السنة دي يمكن أضفنا قطاع جديد اللي هو قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي نفس الوقت هينشأ كمان بورتال أو ويب سايت لتبادل المعلومات سواء معلومات تجارية أو صناعية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تصريحات خاصة للنهار اليوم، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس وفد مصر في اجتماعات كبار المسؤولين أن الاجتماعات شهدت عقد 13 ورشة عمل بين الوفود المشاركة في قطاعات صناعية متخصصة. المجموعة من 98، وده اجتماع الرقم 5 لوزراء الصناعة. في خلال هذه الفعاليات اللي بدأت من يوم 9 إلى النهاردة 11، انعقدت 13 ورشة عمل في مختلف تخصصات قطاعات الصناعية، من السيارات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة، التكستايل، جميع قطاعات الصناعية 13 قطاع. تم بحث أسلوب التعاون، كيفية التعاون مع هذه الدول والاستفادة من الطاقة البشرية. احنا بنصل النهاردة هذه الدول فقط الثمانية بتمثل حوالي 1.7 مليار نسمة، يعني سوق واعد تماما للدول الإسلامية. تستضيف مدينة شرم الشيخ المؤتمر العالمي 16 لمنظمي الاتصالات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 11 إلى 14 من مايو، ويناقش المؤتمر قضايا الساعة المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الذكية والشبكات الذكية، وكذلك الثقة والأمن في المجال المعلوماتي والرقمي وريادة الأعمال الرقمية بالبنية التحتية والمجتمعات الذكية.
ونحن فخورون ان نكون يتم احتضاننا في جمهوريه مصر العربيه في القريه الذكيه، وهذا جزء يعني يكون اشاده بالجهود التي تقوم بها جمهوريه مصر العربيه في هذا المجال. المنتدى يضم تقريبا حوالي 600 شخص من جميع انحاء العالم، وهذه كذلك اشاره جيده الى ما تقدمه جمهوريه مصر من استقطاب لجميع الدول والشخصيات. لدينا رؤساء هيئات تنظيم، لدينا وزراء، لدينا نواب وزراء. وفي تصريح خاص للنهار اليوم، أكد مدير أمن جنوب سيناء اللواء مجدي موسى إتمام الاستعدادات الأمنية الخاصة بمؤتمر منظمي الاتصالات بشرم الشيخ. الحمد لله إجراءات تأمين كاملة على أعلى مستوى تمت بإشادة جميع المسؤولين في المنظمة الدولية للاتصالات. الجميع أشاد بإجراء التأمين سواء من لحظة وصول المطار ومن لحظة وبعد كده من المطار لمحلات الإقامة ومحلات الإقامة لمكان أو مقر انعقاد المؤتمر. جميع هذه الأماكن مؤمنة بالكامل، كل الإجراءات بتتم لتسهيل إقامة المؤتمر والمشاركين فيه اللي بيمثلوا حوالي 80 دولة على مستوى العالم. وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل القائم بأعمال محافظ القاهرة بضرورة مراجعة إجراءات الحماية المدنية في المناطق التجارية والصناعية والتأكد من معايير السلامة والأمان. جاء ذلك خلال زيارته إلى منطقة الغورية بوسط القاهرة لمتابعة جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي شب فجر اليوم في عدد من المحال التجارية بالمنطقة. وكشف رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث ملابسات حادثي الغورية والرويعي للوقوف على الأسباب وتعويض المتضررين. هذا وقد أعلن ناصر رمضان رئيس حي وسط القاهرة في تصريحات خاصة للنهار اليوم عن تشكيل لجان لبحث تعويض أصحاب المحال المتضررة من حريق الغورية. أنا كده بيتنا اتخرب، أنا راجل من الناس باجي أنزل بضاعة هنا للتجار، فانا كده هاجي الم الفلوس ازاي؟ الم فلوس ازاي من الناس اللي بتوت اتخربت دي؟ هيبقى ليا وش اقول لهم هاتوا فلوس ازاي؟ احنا عايزين حد المسؤولين يطلع يعني يقول لنا ايه؟ يقول لنا نعمل ايه؟ ايه التصرف اللي هو يعمله معانا طيب؟ والله انا بطمنهم باذن الله هيبقى في شؤون اجتماعيه وفي لجان لحصر الخسائر اللي حصلت النهارده بالتاكيد، وكل واحد هياخد حقه كده زي الحادثه بتاعت جوهر القائد كده. برضو كان في تجار وفي نفس الانشطه ونفس ضيق نفس الشوارع وتم تعويضهم. فباذن الله اللجان بس تنزل تشوف عملها ان شاء الله. قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي صرف 10,000 جنيه لأسرة المتوفى والمتوفي و2000 جنيه للمصاب في حريق منطقة الرويعي بالعتبة، بعد أن تفقدت الوزيرة آثار الحريق ومدى الضرر الذي لحق بالمحال التجارية. وقالت الوزيرة إنهم يواصلون عملية حصر الخسائر الناتجة عن الحريق، ومن المقرر أن تنتهي غدا، وبعدها سيجرى تنسيق الجهود مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم المساعدات للمتضررين. وقضائيا، قررت جنايات قنا المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط إحالة أوراق 25 متهما من أصل 163 من المتهمين بقتل 28 شخصا في الأحداث التي وقعت بين قبيلتي الدبودية والهليل بوسوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية. وترجع أحداث القضية إلى عام 2014 عندما نشبت اشتباكات بين القبيلتين ما أسفر عن قتلى ومصابين. صراحة قاسي، لكن احنا ان شاء الله يعني بامر الله في النقد ان شاء الله يعني هيتغير ان شاء الله الحكم، لان القضية برضه يعني في الشيوع الاتهام فيها واضح تماما وعدول المجني عليهم في القضية، يعني برضه الحكم كان قاسي غير ما كناش متوقعينه خالص. قالت جزء من المتهمين لفضيلة المفتي وباقي المتهمين ما تمش الاعلان عن الاحكام اللي صدرت ضدهم. وطبعا حكم القضاء ما فيش يعني اعتراض عليه، لان المحكمه بتشوف القضيه وبتقراها وبتصدر حكم يعني 100% عادل يعني.
قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب التقدم بطلبات الترشح على مقعد محمد مصطفى محمد عبدو الخولي نائب الفيوم المتوفي ابتداء من 14 ومن مايو ولمدة 7 أيام. وقررت اللجنة دعوة الناخبين في الدائرة للاقتراع على مقعد واحد يومي 14 و15 من يونيو في الخارج و15 و16 من يونيو في الداخل، وفي حالة الإعادة يومي 24 و25 من يونيو في الخارج و25 و26 في الداخل. اقتصاديا، فازت البورصة المصرية بمقعد نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات لمدة 2 بداية من 2 المقبل. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن هذه الخطة تعكس تقديرا دوليا وتكلل جهود البورصة المصرية، ويضم الاتحاد العالمي للبورصات 64 بورصة مقيدا بها 45,000 شركة و45,000 شركة، ويجرى فيها تبادل ما قيمته 64 تريليون دولار أمريكي. لا تزال مشكلة توريد القمح تهيمن على المشهد في كثير من المحافظات. دمياط ليست بعيدة عن ذلك المشهد، فرغم وجود 7 صوامع حكومية فإنها لا تستوعب 50,000 طن من القمح تزرع في 30,000 فدان لتبرز مجددا فكرة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين الغلال بميناء دمياط، علها تكون حلا لأزمة متفاقمة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انتهى الرجل من زراعة حقله بعد عناء 4 أشهر، وها هو الآن يجني ما رواه من عرق وشقاء، يحمل على عاتقه سبل توريد محصول أرضه. الحاج حاتم قضى جل سنوات عمره 70 في أرضه بدمياط، لم يرث من أسلافه إلى أخلافه سوى يد تغرس وطين تركت بصماتها على قسمات وجهه وهي تخرج 13 إردبا من القمح. ما احناش عارفين احنا بنزرعه، وما احناش عارفين الحكومة هتاخده ازاي. احنا نسمع كلام اول السنه يقول لك 420 ونيجي علشان ندرس ونطلع، ما بنحصلش على كلام من ده. ليه بقى؟ التاجر بياخده، ما فيش شوى. احنا عايزين الشونه تبقى موجوده في الجمعيه، حمل وده يا حاج، ولما فلوس تتاخر في الجمعيه اديني بجيب منها كماو وبجيب منها تقاو وبجيب منها جميع الاسمده بتاعتي. مشكلة هذا المزارع وغيره من المزارعين لا تقتصر على مجرد توفير مستلزمات الزراعة، لكنها تتجاوز ذلك إلى ما بعد حصاد المحصول وتوريده إلى تجار يبخسون هؤلاء المزارعين حقوقهم لعدم وجود صوامع كافية، ما يكلف الدولة 43 مليون دولار بحسب إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في دولة هي الأكبر في استيراد القمح. قرية كفر المرابعين بدمياط واحدة من عشرات القرى في المحافظة لا يعيش أهلها إلا بالقدر الذي تجود به الأرض عليهم من ثمرها وما عملته أيديهم، غير أن مشكلة استغلال التجار لهم في توريد محصول القمح لم تفلح معها ما أعلنته الحكومة في بداية موسم الحصاد من إنشاء 25 صومعة حديثة في 27 محافظة بسبب إجراءات معقدة يراها المزارعون. إحنا عندنا بيقابلنا معوقات، إحنا عاوزين يرجع التسويق القديم بتاع التعاون وبتاع الزراعة تاني جنب الجمعية، ولكن النهاردة الشونة عشان تجي تفتح طبعا لها نظام ولها وضع، علشان الفلاح او انا علشان اشتري القمح بتاعي يبقى طالع لي 10 ردب ولا 5 ردب اخدهم واروح عند الشون وادني واقف انتظر يوم واثنين على البسكول ويغيبوا يقول لي لا هات لي روح هات لي الجمعيه الزراعيه هات لي حصر. اجراءات وضعتها الحكومه بعدما اقرت سعر 420 جنيها للاردب خشيه استغلال التجار للسعر الذي يعد اعلى من السعر العالمي. لكن مزارعي المحافظه الساحليه باتوا يراهنون على المشروع الذي اعلنته الدوله مؤخرا في انشاء مركز لوجستي للحبوب والغلال. مركز لا يزال على الورق، غير أن الدراسات الحكومية تقول إنه يمكن مصر التي تتربع على رأس الدول المستوردة للقمح
يمكنها من التحكم في سعره وخلق بيئة حديثة لتخزينه. احنا بنستهدف في هذا المشروع انشاء مناطق صناعيه متخصصه، حوالي 5 مناطق صناعيه متخصصه، منطقه صناعيه للاقمح للقمح والدقيق والنخاله، منطقه صناعيه لتكرير السكر، منطقه صناعيه لفول الصويا والزيوت، منطقه صناعيه للذره والاعلاف، منطقه صناعيه للمناطق الصناعيه المختلفه. وجوه اصيله لا تطمع في انصاف حقيقي لعملها الدؤوب، عمل لا يأبى الا ان يرسم ابتسامات راضيه على وجوه اصحابه رغم قسوة الحياة عليهم. حمام جاهد، تلفزيون النهار. وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وإليكم أهم ما جاء فيها. أمام مجلس الأمن الأزهر يعرض رؤيتها لمكافحة التطرف في جلسة برئاسة مصر. إسماعيل، خلال اجتماع الدول الثمانية الإسلامية نولي أهمية كبرى لاستعادة دورنا. إحالة أوراق 25 متهما في أحداث الهلايل والدابودية المفتي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.